بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور حمدين توري، سعادة نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السيد هولن زهاو، سعادة مدراء مكتب الاتحاد الدولي للاتصالات، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في بلدكم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأتمنى لمؤتمركم الكريم المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2014 أن يبلغ أهدافه السامية وأن يحقق شعاره الإنساني الرفيع النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة، وأني لعلى ثقة تامة من أن هذا الحشد من الخبراء والمسؤولين سوف ينجح في وضع مرتكزات متينة لخطة عمل دبي التي ستنبثق عن المؤتمر، والتي ستحدد أولويات التنمية الرئيسية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الصعيد العالمي وبما يخدم البشرية جمعاء خلال السنوات المقبلة. إن الرسالة الحضارية السامية للاتحاد الدولي للاتصالات والتي تقوم على تعزيز الروابط بين بني البشر من خلال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إنما هي رسالة تلامس وجدان الإماراتيون بما يمتلكونه من خصوصية جعلت بلدهم مؤلا لكل الثقافات الإنسانية ونقطة التقاء بين أبناء المعمورة يتنسمون في هوائها عبق الطمأنينة والأمن والأمان، ويستشعرون على أرضها المعنى العميق للأخوة والإنسانية، ويتلمسون في جنباتها جوهر التواصل والتفاعل والعمل الجاد لتحقيق التنمية على كافة الصعد وفي كافة الميادين. أيها السادة والسيدات، وفق مقاييس الزمن العادية تعد الإمارات دولة يافعة فتية، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع الاتصالات والمعلومات فيها، لكننا تعلمنا من قيادتنا الرشيدة إن العزيمة والمنهج العلمي والتفاني إذا ما اجتمعت معا فإنها تجعل من الممكن طي المسافات واختزال الزمن وتحقيق منجزات تنموية تلامس حدود المعجزات. ومن رحم هذه المعادلة التي أتقنها الإماراتيون جيدا صنعنا قصتنا التي تتردد أصداؤها في أرجاء الأرض. إنها قصة بلد اتخذ قرارا لا رجعة عنه بأن يحجز لنفسه مكانا متقدما بين الأمم، وها هو الآن ولم يمر على تأسيس دولته أكثر من 43 عاما يخوض باقتدار معترك التنمية والتقدم، ويدشن عهد الحكومة الذكية بما تتطلبه من ثورة في عالم الاتصالات وتبادل المعلومات والترابط والتكامل على مستوى النظم وقواعد البيانات والنطاق العريض وغيرها من المجالات الحيوية. ولعل الدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية في دعم مسيرة الاتحاد الدولي للاتصالات يكشف عن مدى اهتمام الدولة بتحقيق أهداف الاتحاد وغاياته السامية. وكما تعلمون فقد كان لنا في عام 2012 شرف استضافة ثلاث من الفعاليات المهمة للاتحاد: المعرض العالمي للاتصالات، والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، والمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية. ولا بد لي من الإشارة إلى أن استضافة الإمارات لهذه الفعالية المهمة إنما يعبر عن ثقة غالية من قيادة الاتحاد الدولي للاتصالات وأعضائه، وهي ثقة تبعث على الاعتزاز بقدر ما تحفز على المزيد من العمل لتعزيز التعاون في إطار الاتحاد وفي ظل غاياته وأهدافه النبيلة. إن النجاحات التي حققها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في دوراته السابقة والتي كان آخرها في الهند عام 2010 تشكل الأرضية المواتية لما ستسفر عنه نقاشاتكم ومداولاتكم على امتداد أيام هذه الدورة، وبالتالي فإن الأمل معقود بأن تؤدي روح التعاون
البناء التي طالما تميز بها مؤتمركم في دوراته السابقة إلى اعتماد وإقرار خطط العمل والمبادئ العامة والبرامج والأهداف الاستراتيجية والمشاريع التنموية لمختلف المناطق الإقليمية وصولا إلى اعتماد خطة العمل الجديدة لقطاع تنمية الاتصالات والموافقة على الإعلان الجديد إعلان دبي بما يتضمنه من خارطة طريق للمرحلة المقبلة وبما يساعد على ترسيخ الغايات الحضارية لمنظمة الاتحاد الدولي للاتصالات والمتمثلة في تعزيز سبل التواصل بين جميع الدول والشعوب وفتح آفاق جديدة لتحسين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والارتقاء به على نحو مستمر وفعال للأعوام المقبلة. السيدات والسادة الأكارم، إن نظرة سريعة على واقع الاتصالات وتقنية المعلومات في عالم اليوم من شأنها أن تكشف مدى التطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع، فقد تجاوز عدد مستخدمي الهواتف المتحركة 6.8 مليار مشترك بنهاية 2013، أي ما يعادل 96% من إجمالي سكان كوكب الأرض. أما عدد مستخدمي الشبكة المعلوماتية الإنترنت فقد تجاوز 2.7 مليار شخص بما يمثل 40% من سكان العالم. وأما على صعيد استخدام النطاق العريض وهو محور مؤتمركم لهذا العام، فنجد أنه ينمو بشكل مضطرد بحيث بلغ عدد مستخدمي النطاق العريض 2 مليار مشترك بنهاية عام 2013. لقد اتسعت منظومات الاتصالات أيها السادة، فغدت أشبه بشرايين حيوية تمد البشرية بالمزيد من أسباب التقدم والتنمية المستدامة والحياة الأفضل. إذا كان التعاون الإنساني قد ترك بصماته في تحقيق هذا المستوى الرفيع من التطور، فما من شك أن الاتحاد الدولي للاتصالات ومنذ نشأته في عام 1972 قد لعب دورا محوريا في هذا المعترك، ولهذا استحق بجدارة أن يكون واحدا من أهم المنظمات الدولية. ونحن إذ ندرك تمام الإدراك حجم الأعباء التي حملها هذا الاتحاد والمنجزات التي حققها، فإننا نعلم في الوقت نفسه أن ثمة تحديات ما زالت ماثلة أمامنا جميعا، ولعل أبرز تلك التحديات يتمثل في التطورات المتلاحقة والمتسارعة على الصعيد التكنولوجي عموما وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوجه خاص. إن التخطيط للمستقبل يفرض علينا التحلي بالقدرة على تحليل مسار التطورات الراهنة واستشراف ما هو آت من تطورات وأنماط سلوك وتوجهات، وبالتالي الاستعداد للوفاء باحتياجات ربما لا تكون مطروحة اليوم لكنها قاب قوسين أو أدنى. كما أن عدم توفر الفرص المتساوية في استخدام التقنيات الرقمية الحديثة يعد أحد التحديات التي لا ينبغي تجاهلها أو القفز عليها، إن التفاوت الصارخ على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بين الدول المتقدمة والدول النامية هو أمر لا تخطئه العين، وهو ينعكس بالضرورة على استخدام التقنيات الحديثة. وما من شك في أن مواجهة هذا التحدي يستلزم قدرا عاليا من التعاون والتكاتف لسد ما بات يعرف بالفجوة الرقمية، وذلك من خلال ابتكار حلول عملية واقعية في هذا الشأن. أيها السيدات والسادة، إنني أثمن عاليا اختيار الاتحاد الدولي للاتصالات وأعضائه موضوع شعار المؤتمر في دورته لهذا العام ليكون منسجما ومتوائما مع النظرة الدولية المستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والمتمثلة في تعزيز النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة. وأود هنا التأكيد على ضرورة العمل معا من أجل ترجمة مقترحات وأوراق العمل المبثقة عن اجتماعكم وتحويلها إلى واقع ملموس متمثلا في برامج عمل وأولويات تنفيذية وخارطة طريق واضحة المعالم للسنوات الأربع المقبلة. إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة ندرك تماما أهمية الاستفادة المثلى من استضافة مثل هذه الفعاليات الهامة والكبيرة في قطاع الاتصالات والمعلومات،
ونعي أهمية كل ما يدور في أروقتها من مداولات ونقاشات وآراء، ولا سيما ونحن نعيش على أعتاب عهد جديد يتمثل في الحكومة الذكية والمدينة الذكية وإكسبو دبي 2020. إننا نمضي بثقة نحو تحويل هذه المبادرات إلى قصص نجاح تثري التجربة الإنسانية بعامة، ونرى إليها باعتبارها محطات على الطريق نحو تحقيق رؤيتنا الوطنية، رؤية الإمارات 2021 وأجندتنا الوطنية التي حددتها لنا قيادتنا الرشيدة. نحن ماضون على هذا الطريق وبإيقاع لا يقل سرعة عن إيقاع العصر الذي نعيش فيه، نمضي بسواعد متحفزة وبهامات منتصبة وبهمم عالية وبأعين ترنو للبعيد إلى حيث الهدف الذي يوحدنا جميعا والمتمثل في تحقيق السعادة لشعبنا وترسيخ المكانة اللائقة لدولتنا الفتية كواحدة من أفضل دول العالم قاطبة، مستمدين القوة والعزيمة من قيادتنا الرشيدة التي ما فتأت تحنو على أبناء شعبها بقدر ما تزرع فيهم روح التحدي. ختاما، لا يسعني إلا أن أتمنى لكم مؤتمرا ناجحا، وأشكر مرة أخرى معالي الأمين العام للاتحاد حمدون توري وأعضاء فريقه في الاتحاد، وأتمنى لكل الدول المشاركة إقامة موفقة ومريحة في بلدكم دولة الإمارات العربية المتحدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.